بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله شوفان بالحليب. عندنا كوباية من رقائق الشوفان، وعندنا في حل على نار متوسطة نص كيلو حليب، وهنضيف عليه 4 معالق كبار سكر، وممكن نحليه بعسل النحل على حسب ما احنا عايزين، وهنضيف الشوفان وهنقلبه كويس وهنغطيه ونسيبه لحد ما يستوي. وبعد حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بيكون الشوفان استوى خلاص معانا، والحليب قوامه تقل بالشكل ده. وهنضيف نص معلقة صغيرة فانيليا وهنقلب كويس وهنشيله من على النار. وهنقدم الشوفان وهنزين الوش بمكسرات مجروشة وفواكه مجففة، وممكن نقدمه بارد او سخن على حسب ما احنا عايزين. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.